هذه اللي كاينه هنا. واش بغيتي تعطيني طيبه راه بحال 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 الناس ما بغيش يسترزقوا. تعطي بحال طيبه بحال العصابه هذه موضع حيحه هنا. وما صنعوا بنا هذا الشيء هو احنا تنهضروا باغي نوجدوا واحد الحل. بارك الله فيك. شكرا شكرا. باقي اتصل فيا قال لي الحل غلقه وقلتها لكم هو كنا عنده باش نلقاو الحل ثم الان اخوان الله يجزيكم بخير ردوا شويه راه حشومه تجي تضرك بالرايه وتضرب الحجر راه حشومه راه هاد الرايه هادي راه تيموتوا عليها الناس نموتوا عليها اسمع لي راه تاع اسمع لي دابا في تافه.